أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيلا الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، من عمل سيئة فلا يجزى ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، تدعونني لأشرك بالله، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن
فينهم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صدق الله.